استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. خلال اللقاء استعرض سموهما المبادرات التي تدعم العمل الحكومي وتوحد الجهود للتعامل مع متطلبات المرحلة وتحدياتها بالاستغلال الأمثل للفرص التنموية وتطويعها لخدمة الأغراض الاقتصادية وتلبية رغبات ومتطلبات المواطنين. وشدد سموهما على دعم وإسناد كافة الجهود الوطنية التي تعزز تطوير الجهاز الحكومي وتكفل الوصول بخدماته إلى مستوى متقدم من الجودة يلامس طموحات الحكومة ويحقق توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى في هذا الجانب. واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء البرامج الحكومية التي تستهدف تعزيز المزيد من التطور بالتنمية الصناعية وزيادة فعاليتها في الاقتصاد الوطني من خلال المشروعات التي تدعم توجهات الحكومة في جعل التنمية الاقتصادية تسير وفق نسق تصاعدي من التطور وتعزيز مقومات البيئة الاستثمارية للمملكة، بما يتيح توفير مجالا واسعا وواعدا أمام استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.